بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 97 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان الخرطوم، وباعثها المستمع الطاهر إبراهيم محمد يقول: سافرت من قريتي في وسط السودان لمدينة الخرطوم، وكانت المسافة أكثر من 100 كيلو، وفي الطريق أدركتنا صلاة الظهر، وبعد الوضوء اصطفينا صفين للصلاة. قال الرجل الذي اخترناه للصلاة بأنه سوف يصلي بنا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وهنا انقسم المصلون بحجة أن الجمع والقصر في الصلاة لا يكونان إلا في المسجد، وطلبنا حينئذ أن يصلي كل على حدة. وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله شرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية 2 ركعات. قال تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض معناه السفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، هذا هو السنة. وأما من قال لكم لا تقصر الصلاة ولا تجمع إلا في المسجد فهذا غلط، غلط كبير وجهل منه. ولا يجوز لهؤلاء الجهال أن يتكلموا في أمور الدين، في أمور الفقه بغير علم، فيضلل الناس ويوقعوهم في الخطأ من غير علم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والجمع بين الصلاتين في السفر مباح إذا جد به السير، وأنتم جاد بكم السير لأنكم تصلون في الطريق كما ذكرت، فيباح لكم القصر والجمع ولله الحمد، وهذا من تيسير الله عز وجل على المسلمين. نعم. جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع محمد عوض من أبها، بعث برسالة وضمنها سؤالين. يقول في سؤاله الأول: إذا أتيت إلى المسجد ووجدت صبيا يصلي صلاة الفريضة عمره 10 سنوات، فهل أصلي معه أم أصلي لوحدي؟ وهل البلوغ شرط في هذه الحالة؟ وإذا لم يكن الإمام بالغا فهل تجوز الصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أنه يجوز أن يصلي الغلام الذي دون البلوغ أن يكون إماما، لأن عمر بن سلمة أما قومه وكان دون البلوغ، وكذلك الصحيح أنها تجوز مصافحة الصبي وأنه ينسد به الجناح، لقول أنس رضي الله عنه: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصففت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. واليتيم لا يطلق إلا على من دون البلوغ، دل على جواز مصافحة الصبي. فإذا دخلت ووجدت من يصلي سواء كان كبيرا أو طفلا مميزا وهو دون البلوغ، فالأحسن أن تصف معه لتكون منكما جماعة، فإن صلاة الجماعة واجبة مهما أمكن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذهبت للعمرة ومعي والدتي وزوجتي، وعندما وصلنا إلى الميقات لم تكن الزوجة على طهر، ثم اتجهنا إلى مكة وأمضينا فيها يوما ثم طهرت. كيف تكون عمرتها حينئذ لأنها لم تحرم من الميقات لأنها على غير طهر كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. وهل يلزمني العودة بها إلى الميقات؟ وفقكم الله. أخطأتم في هذا، كان الواجب أن تحرم
ولو كان عليها الحيض، لأن الطهارة ليست من شروط الإحرام، فيصح الإحرام ولو كان الإنسان على غير طهارة، ويصح من المرأة الحائض، ويصح من النفساء، لأن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها ولدت في ميقات أهل المدينة في ذي الحليفة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تحرم وهي نفساء، وعائشة رضي الله عنها أصابها الحيض وهي محرمة فأكملت مناسكها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فدل هذا على أن الإحرام يصح من الحائض ومن النفساء، فكان المفروض أن تحرم معكم من الميقات، ولما لم تحرم فإن الواجب عليكم أن ترجعوا بها إلى الميقات وتحرم منه، سواء كانت على طهارة أو على غير طهارة، تحرم من الميقات ترجعون بها إلى الميقات الذي تعدته وتحرم منه، هذا هو الواجب عليكم، فإن أحرمت من دون الميقات وجب عليها فدية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من خميس مشيط، وباعثها المستمع سعد عبد الوهاب، يقول عند خسوف القمر كان الخسوف موافقا لصلاة الفجر، وقد صلينا صلاة الفجر، وقام أحد المصلين وذكر للإمام وللمصلين بأن هناك خسوفا للقمر، فقال الإمام إننا لا نستطيع الصلاة في وقت النهي، فما رأي الشرع في ذلك، وماذا يجب أن يفعله المسلمون في مثل هذه الحالة لو تكررت؟ جزاكم الله خيرا. إذا انكشف القمر بعد طلوع الفجر فالأولى أن لا يصلى صلاة الكسوف لأمرين، الأمر الأول أنه قد دخل وقت النهي، وكثير من العلماء لا يجيزون صلاة النافلة في وقت النهي، والأمر الثاني أن سلطان القمر في الليل وقد انتهى بطلوع الفجر، انتهى بطلوع الفجر وظهور الإسفار، فلا يصلى من أجل الكسوف في هذا الوقت. والأمر الثالث أن صلاة الكسوف في هذا الوقت ستضايق صلاة الفجر، إما أن تصلى قبلها وتؤخر صلاة الفجر عن أول وقتها، وإما أن تقدم صلاة الفجر وتؤخر صلاة الكسوف فيضيق الوقت عن صلاة الكسوف، وقد تطلع الشمس وهم لم ينهوا صلاة الكسوف، والأمر ولله الحمد واسع، ليست صلاة الكسوف واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، وما دام سيحصل فيها هذه الأمور فتركها في هذا الوقت يعني بعد طلوع الفجر أولى وأحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الواقع شيخ صالح، بعض الأئمة حينما حدثت هذه الحادثة استمر في صلاة الخسوف من بعد صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس، وطلعت الشمس وبعض الأئمة لا زال يصلي صلاة الخسوف، هل من توجيه يحفظكم الله؟ بل بلغنا ما هو أشد من ذلك، وهو أن بعضهم بدأ بصلاة الكسوف واستمر فيها إلى أن ارتفعت الشمس ولم يصلي الفجر، وهذا كله من الجهل، إن كان ولا بد سيصلون الكسوف في هذا الوقت فعليهم أن يخففوها، أن يبدأوا بها قبل الفجر ويخففوها حتى يتمكنوا من صلاة الفجر في وقتها، ولكن أنا أرى أنها لا تصلى في هذا الوقت كما ذكرت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يلاحظ على كثير من الأئمة وقوعهم في أخطاء مثل هذا الخطأ شيخ صالح، هل من توجيه، هل من كلمة للمسؤولين عن الأئمة، للأئمة أنفسهم كيما يتفقهوا في الدين حتى لا يكونوا محلا للملاحظة؟ الواجب على الجهة المسؤولة عن تنصيب الأئمة أن لا تنصب إلا من تتوفر فيه شروط الإمامة، ومن ذلك الفقه في أمور الصلاة، بحيث إذا عرضت له مشكلة يحسن التخلص منها، يجب على الجهة المسؤولة أن لا تعين في الإمامة إلا من يعرف فقه صلاته بعد إجادته لتلاوة القرآن، والواجب على الأئمة أن يتفقهوا في أمور صلاتهم، أن يسألوا، أن يقرأوا على أهل العلم، أن يطالعوا الكتب، بحيث يكونون على بصيرة من أمور صلاتهم وأحكامها، فإذا لم يفعلوا ولم تهتم الجهة المسؤولة باختيار الأئمة حصل هذا الخطأ وهذا الإرباك، إضافة إلى أن بعض الشباب هداهم الله بحكم حداثة أسنانهم يتسرعون في بعض الأمور، وقد يدعي
كثير منهم أنه عالم أو أنه طالب علم أو أنه يفهم، يتسرع في أمور يقع فيها في أخطاء عظيمة ويوقع غيره من جماعة المسجد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يدعو الشيخ صالح إلى إيجاد دورات لأئمة المساجد كيما يتفقهوا في مثل هذه المسائل التي تعرض وحينئذ يحدث شيء من البلبلة كما تفضلتم؟ هذا شيء واجب وهو موجود ولله الحمد. الآن تعقد دورات في المناطق، ولكن نريد أن تكثف هذه الدورات وأن يلقى فيها دروس مفيدة في الفقه، في أحكام الصلاة، لأجل أن يتبصروا ويتجنبوا هذه الأخطاء. نعم. الذين جعلوا صلاة الخصوب بعد صلاة الفجر من ذوات الأسباب، ماذا يقول الشيخ صالح؟ هذا قول لبعض أهل العلم أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، سواء بعد الفجر أو في بعد العصر أو غير ذلك من أوقات النهي. نعم. ولكن كما ذكرت حتى على هذا القول ما دام سيحصل مضايقة مع صلاة الفجر، نعم، ويحصل هذا الخلل، الأولى أن يتقنوا صلاة الفجر ويؤدوها في وقتها ولا يصلوا الكسوف، لأنه سيترتب عليه إخلال بصلاة الفجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من سلطنة عمان الباطنة المستمع خميس بن عبد الله البلوشي يسأل: هل سنة الجمعة القبلية جائزة أم أنها بدعة؟ الجمعة ليس لها سنة قبلية، ولكن من جاء إلى المسجد قبل دخول الإمام فإنه يصلي ما تيسر له، وعلى الأقل يصلي تحية المسجد ثم يجلس ويتلو القرآن أو يشتغل بالذكر، وإن استمر في الصلاة حتى يأتي الإمام فهو أحسن، ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل وهو يخطب وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي ركعتين. ولكن ليس هذا يعتبر راتبة لصلاة الجمعة، وإنما هو من النفل المطلق بعد تحية المسجد، وإنما راتبة الجمعة بعدها، وأقلها ركعتان وأكثرها 6 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة 6 ركعات بعد الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته بعد الجمعة 2 ركعتين، ولذلك قال بعض أهل العلم: إن صلى في بيته فإنه يصليها 2 ركعتين، وإن صلىها في المسجد فإنه يصليها 6 ركعات مثنى مثنى، كل 2 ركعتين بسلام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تحية المسجد تصلى في كل وقت عند دخول المسجد أم لا تجوز في بعض الأوقات مثل بعد العصر وبعد الفجر والأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها؟ جزاكم الله خيرا. هذا مثل ما أسلفنا أن العلماء على فريقين في هذه المسألة، الكثير منهم على أن صلاة النوافل لا تصلى في وقت النهي ما عدا 2 ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار. ما عداها من النوافل فإنها لا تصلى إلا قضى 2 ركعتي الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله فقال إنه لم يصلي الراتبة قبل الفجر، فأقره على ذلك، وهذا من باب القضاء للفائت. هذا قول. والقول الثاني أن ذوات الأسباب تفعل مطلقا في وقت النهي وفي غيره عند حصول أسبابها، مثل صلاة الكسوف، مثل تحية المسجد، مثل 2 ركعتي الطواف، مثل 2 ركعتي الوضوء، 2 ركعتين بعد الوضوء. قالوا: إذا حصلت هذه الأسباب فإنها تصلى الصلوات المربوطة بها، لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2 ركعتين. قالوا: هذا عام في كل الأوقات، مثل قوله صلى الله عليه وسلم بالكسوف، كسوف الشمس والقمر: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قالوا: هذا عام. والأولون قالوا: هذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص لأوقات النهي فلا تفعل فيه. وعلى كل حال الأمر في هذا واسع.
لله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع خضر عبد الماجد سوداني يعمل في المملكة بعث برسالة وضمنها سؤالين يقول يدور على ألسنة الحديث يدور على ألسنة الناس لفظ يعتقدون أنه حديث وهو من أخذ الأجرة حاسبه الله بالعمل، هل هذا حديث أم أنه قول لأحد الناس؟ هذا فيما أعرف أنه ليس بحديث، وإنما المعنى صحيح وهو أن الأجير يجب عليه أن يتقن العمل الذي استجر من أجله، لأن الأجرة في مقابل العمل، فإذا نقص شيء من العمل أو غش العمل فإن ما يقابله من الأجرة يكون حراما لأنه أخذه بغير حق، فالواجب على الأجير أن يتم العمل لأجل أن تكون أجرته حلالا طيبا، والواجب على المستاجر أن يعطي الأجير أجرته إذا وفى العمل كاملة من غير مماطلة، بقوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الحديث أيضا أن من الثلاثة الذين يكون الله خصمهم يوم القيامة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خصمهم يوم القيامة، من استاجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول حجيت وعندما رميت جمرة العقبة في يوم النحر مباشرة نزعت إحرامي ولبست ثيابي قبل أن أذبح أو أحلق، أخبروني هل عملي صحيح؟ الأحوط والذي عليه أكثر أهل العلم والذي هو عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخلع ملابس الإحرام ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أن يفعل اثنين من ثلاثة، التي هي الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف بالبيت مع السعي إن كان عليه سعي. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل وأبيح له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة بأن رمى الجمرة وحلق رأسه حل له ما حرم عليه بالإحرام إلا النساء، أما رمي جمرة فقط الذي عليه الأكثر أنه لا يكفي، لا بد أن ينضم إليه شيء آخر، إما الحلق وإما الطواف مع السعي إن كان ممن يجب عليه السعي. وقد حصل ما حصل، ماذا على الشيخ صالح؟ حصل ما حصل، نقول حجه صحيح إن شاء الله، ولكن لا يعود لمثل هذا الشيء. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع آدم أحمد يوسف الرفاعي يسأل ويقول عملت عند شخص ولم يعطني الأجرة إلا بعد عام، هل تجب علي الزكاة حينئذ أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت الأجرة تبلغ النصاب أو تضم إلى ما عندك من النقود وحال عليه الحول وجبت فيها الزكاة، لأن بقاءها في ذمة المستاجر دين لك عليه، والدين تجب فيه الزكاة، ما لم يكن هذا الدين على معسر أو على مماطل لا تدري هل يأتي أو لا هل يحصل أو لا يحصل، فهذا إنما تجب فيه الزكاة إذا قبضته، وأما إذا كان هذا الدين على ملي باذل فإنها تجب فيه الزكاة كل ما حل عليه الحول سواء قبضته أو لم تقبضه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إمامنا الذي نصلي مع لا يحسن القراءة ويرتكب بعض الأمور المحرمة، هل نصلي معه أو ننفرد بصلاتنا؟ جزاكم الله خير. إن كان يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى، مثل ما لو قرأ العالمين بدل العالمين، أو قرأ أنعمت عليهم بدل أنعمت عليهم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله، لأنه يخل بركن من أركان الصلاة. أما إذا كان اللحن دون ذلك لا يحيل المعنى في الفاتحة، أو كان لحنا في غير الفاتحة مما يقرأ بعدها، الصلاة خلفه صحيحة مع الحرص على استبداله بإمام أحسن منه أو بتعليمه القراءة الصحيحة. وأما ما يرتكب من المعاصي فالإمام قدوة، يجب عليه أن يكون قدوة صالحة وأن يتجنب المعاصي، فإذا أصر عليها الواجب عليكم أن تسعوا في استبداله بإمام صالح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم.